عمت الفرحة منزل الطالب محمود رضا السيد الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 408 درجات ونصف الدرجة، والذي أبدى ارتياحه لنظام البوكلت في منع تسريب الامتحانات، وأبدى أيضا ترحيبه بنظام العام الواحد بدلا من العامين في الثانوية العامة. بالنسبه لنظام البوكلت هو كويس جدا ومنع التسريب السنه اللي فاتت، بس فاضل ممكن بس بعض التعديلات عليه عشان بس يبقى مناسب للطلبه. ثاني حاجه بالنسبه لنظام السنه الواحده افضل عشان يريح الطلبه والاهالي من ضغط السنه النفسيه.